السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. كالعاده بيب غوارديولا وفي لعادته، هذه الحقيقه غياب رياض محرز عن مقابله قويه جدا ضد المنافس العنيد ليفربول، امر يعني مشهور به هذا بيب غوارديولا، يعني عنده الخرجات هذه الغريبه وأمر أصبح اعتيادي. أحسن لاعب في مقابلة باريس سان جيرمان اللي سابقا في الموسم اللي فات، يعني اللي أسقط فريق الخليفي وأقصى فريق الخليفي، والموسم هذا دار مقابلة كبيرة وكان هو العنصر الخطير في نادي مانشستر سيتي، وكان هو أحسن لاعب في مقابلة نتاع سيتي اللي كان مع ضد نادي باريس سان جيرمان وضد نجوم باريس سان جيرمان ميسي ونيمار ومبابي والباقية، وكان هو عنصر الخطير رياض محرز، لكن بيبو غوارديولا خلاه في الاحتياط. على بالي باللي 117 مليون أورو تحرق شوية وقاسية بزاف باش تخلي 117 مليون أورو في الاحتياط ودولي انجليزي، صعيبه بزاف. ولو الاعلام الانجليزي ما يسكتلكش، 117 مليون اورو، مليون ينطح مليون، مليون ينطح مليون، هذا شيء مفروغ منه. بصح غريليتش واحد ضد واحد ما قدرش يراوغ، واحد ضد واحد ما قدرش يراوغ، هضروا الصراحه. اذا 117 مليون اورو ما دارت والو للسيتي، ما دارتش حاجه كبيره، لكن يلعب تيتولار، فيها أمور اقتصادية وفيها البيزنس وفيها أيضا محاباة الإنجليز، وكي نقول محاباة الإنجليز صحافة البي بي سي سكاي تايمز، يعني الصحافة المكتوبة ولا المرئية، لازم نحابي ليزونجلي باش يرضاو عليا كوم أنا، يعني أنا بيب غوارديولا فيلسوف زماني، لازم يرضاو عليا باش يرضاو عليا كي لعب لهم ولد بلادهم. يعني خروجه انا ما تقبلتهاش، يعني خروجه يعني من قائمه التشكيله الاساسيه في الجلوس وجلوسه في الاحتياط، هذا امر غير مرغوب فيه ولا امر غير مستحب للاعب اللي كان احسن لاعب في مقابله تاع باريس سان جيرمان، في مقابله باريس سان جيرمان في ناديها في 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 عفوا في في ملعبها في حديقه أمارة، اقوى من ليفربول. حبيت ولا كرهت مالغري باريس سان جيرمان اليوم خسرت، بصح حبيت ولا كرهت نجوم عالميه تلعب في البي اس جي ما يلعبش في مقابله تاع دوري محلي، يعني في البطوله ضد ليفربول. يا اخي هنا الامور واضحه، يعني ما كان لا واحد يجي يقول يتفلسف يقول لي غوارديولا يعرف وعنده نظره ثاقبه، وما نظره ثاقبه قادر يفوز اليوم، لكن لحد الساعه كلامي واضح، خروج رياض محرز غير ما عندوش علاقه بالمستوى نتاعو ولا تراجع مستوى، ما عندوش اصلا، دار مقابله ممتازه ضد باريس سان جيرمان، لو كان مقابله كان خارج الاطار كان غوارديولا عنده الحق، نهضروا صراحه، بصح ما دارش مقابله كارثيه، كان هو احسن لاعب، احسن لاعب فوق ارضيه الميدان واحسن لاعب من جانب السيتي، والخطوره كامله كانت تجي من رياض محرز. هذه فيها 100 علامة استفهام، مش علامة واحدة، 100 علامة استفهام. أيضا اللاعب الآخر اللي يعني ناس صراحة هذا اللاعب غير محظوظ، أنا بالنسبة لي هذا اللاعب غير محظوظ في مسيرته الاحترافية، هو آدم الناس. آدم الناس اللي خارج قائمة نتاع نابولي بسبب الإصابة، يعني وش عم نقول لكم خاوتي، ان شاء الله ما يكونش فرقه اصابه اللي تحرمه ايضا حتى من مشاركه مع المنتخب الوطني في التربص على المنتخب الوطني في مقابله في المقابلتين ضد النيجر، ان شاء الله يكون حاضر. لكن اللاعب هذا منحوس، انا بالنسبه لي اللاعب هذا ما قدرش يلعب مع سباليتي دائما في الاحتياط، ولو يلعب لو يرجع يلعب زيد تبليسا، يعني ما عندوش الزهر بالدرجة كيما نقولوا، ما هوش محظوظ. هذا شيء مؤسف، يعني للأسف أنه لاعب مثل جوهرة فنان مثل آدم والناس يكون في الاحتياط، عفوا يكون خارج القائمة بسبب الإصابة، هذا أمر مؤسف
لاعب غير محظوظ ما عندوش ظهر للاسف. واش نقولوا، نتمناولو ان شاء الله ما تكونش الاصابه برك خطيره وما تكونش الاصابه بالغه، ويقدر يرجع ان شاء الله في مع المنتخب الوطني. انا وحنا واش يهمنا هو المنتخب الوطني، النادي نتاعو مليح، من الاحسن يلعب اساسي من اجل المنافسه ورفع الريتم وكذا، بصح من الاحسن ايضا حنا يهمنا المنتخب الوطني. نتمناولو انه مع المنتخب الوطني ما يكونش متاثرش على الاصابه ويرجع في المستوى نتاعو، لاننا نحتاجو ادم الناس حقيقه صراحه. هذا اللاعب لاعب فنان وجوهره صراحه، يعني نتمناولو ان شاء الله ما تكونش اصابه بالغه فقط. اما محرز بيب غوارديولا، هذه من يعني بخلاصة القول، محرز اشكاليه اللي عنده هي بيب غوارديولا، تلعب جرو ماتش، ماتش الجاي تكون احتياطي، بينما غريليتش 117 مليون اورو ما دار ولا شيء، ما يقدرش يعني واحد ضد واحد، يعني ضد مدافع لاعب ضد لاعب ما يقدرش يراوغ، ما يقدرش، يعني الرول والدور اللي يدير فيه غريليتش اي لاعب جناح يقدر يدير فيه. فهي نحكي على مقابله باريس سان جيرمان، لاعب دور عادي مش تاع 117 مليون اورو، نهضروا صراحه الرول والدور اللي يدير فيه غريليتش ماهوش تاع 117 مليون اورو. 117 مليون اورو في عز وباء كورونا راك تجيب فنان، تجيب لاعب ارتيست فنان، بصح 117 مليون اورو ما دار والو. الرول اللي يدير فيه يدير فيه اي واحد، يقبض الكوتي، يقبض بالون ويمد لصحابه، هذا ما كان. بصح كي تعود باش تخلق الفارق ويعود واحد ضد واحد ما يقدرش، غريليتش ما يقدرش. اذا 117 مليون اورو اللي ما دار والو ضد باريس سان جيرمان اساسي، واللي احرج باريس سان جيرمان وكان احسن لاعب، والعام اللي فات اقصى باريس سان جيرمان ذهب وعوده بلاعب واحد اسمه رياض محرز يكون في الاحتياط. هنا امور واضحه باش ما كاين الناس اللي يقول لك على ديفو في محرز ومحرز هبط المستوى نتاعو. انا نقول له الارقام تقول محرز احسن لاعب، ارقام تقول محرز احسن لاعب في مقابله باريس سان جيرمان، والنتيجه راكم شفتوها، النتيجه رياض محرز خارج تشكيله بيب غوارديولا الاساسيه 11 لاعب، وبالتالي يرجع الى الاحتياط. وبيب غوارديولا يواصل هوايته المفضله ابعاد رياض محرز وابعاد اي لاعب يتالق، ومحاباه لزونغلي بعد ما كان سيرلينغ الان ولا غريليتش، لان غريليتش فيه 117 مليون اورو، يعني 117 مليون اورو هذه لازم ما تروحش دراهمنا هكاك باطل هباء منثورا، لازم يلعب ديما تيتولار، ومحاباه لزونغلي. اذا نتمنوا التوفيق لرياض محرز، وان شاء الله يتالق في المقابلات القادمه، او حتى لو دخل في الشوط الثاني ان شاء الله يدير مقابله كبيره. اما ايضا وادم الناس ايضا نتمنوا ان شاء الله الشفاء العاجل، وان شاء الله الاصابه ما تكونش بالغه، وان شاء الله يقدر يرجع ويلتحق في معسكر المنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.